اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من معالمه وعدد معالمه وزينة معالمه صلاة العظمة القدر والمقدار يسرك اللهم بسرها وسر سرها وبسر من صليت عليه بها وبسر من صلى بها من بروز سرها إلى ذا الغار أن تصلي وتسلم على من شرفته بها وشرفتها به سر وجودها ومنبع فضلها وجودها سر السر الساري وجوده كل سر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأن تعوضني اللهم بها ما فاتني من عمل الليل والنهار وتمنحني من سر سرها ما منحت به إلى السر ولصار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصالحين بأسحار مع فضلك يا حلم يا ستار. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأبديين وأول الأوليين صلاة أبدية تستمد من ذريتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة مستغرقة لجميع صلاة المصلين عليه من الأزل إلى الأبد وسلم سلاما تاما عاما شاملا كذلك وعلى آله وصحبه. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية الشمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك أم من خوفي وأقل عغرتي وذهب حزني وحفصي وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تطالت الهموم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم الحقني بنسبه حققني بحسبه وعرفني إياه معرفة نسمو بها من موارد جهلي وأقرأ بها في موارد فضلي وحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوظا بنصرتك واقضي به على الباطل فأدمعه وزج به في بحار الأحادية وانشرني من أوصال التوحيد حتى وانشرني من أوصال التوحيد وغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل حجاب العظمة حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته بجميع عوالمي تحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. أسمع ندائي ما سمعت في نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله 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 الذي فرض عليك القرآن يا ربك يا معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة إذا أمسنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذا أمسنا ربنا آتنا من لدنك. اللهم ملائكته يصلون على النبي عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأعظم والحبيب الأكرم والمهار الأعلى والمسك الأسناء ومسرق الأنوار ومعدن الأسرار وصلة الفتح والنصر والقرب إلى رحمة الملك الرحيم الرحمن وهو الخاتم لجميع الأنبياء وأكرمهم عند الله درجة ومنصبا الحائز المقامات العلية والجامع لجميع أصحاب الكمال بالتمام وسيد الأولين والآخرين وفضل الأنبياء المكرمين وهو نور الأنوار وسر الأسرار والبنية وعن دخول المصارف الإلهية وأخذ عنه الظاهر ظاهرا وأهل الباطن